نحتاج معنا محمد العويسي. تركي. كان فيه تفضل. بخصوص النقطة المهمة اللي نرجع لاختيار المتسابقين والتنجيم في النسخة قبل لا تبدأ، هذه من أخطاء الكارثية. كان اللي نجم فيهم قبل تبدأ؟ شو اسمه واضح للجمهور. لا، مين اللي نجم فيهم قبل تبدأ؟ إذا بنتكلم عن شيء، سامي الجعوني والفريق اللي معه. تكلم عن الاختيارات. احنا نتكلم عن اختيارات. لا، صار في تنجيم للنسخة قبل لا تبدأ، من التصفيات ومن قبل لا يبدون. معيش الجمهور انهم طيب. حلو، بشكل سريع. في النهاية اللجنة اللي اختارت ابو سلطان له اختيارات سابقة جميلة. فابو سلطان كان مفروض انه موجود في اللجنة، سامي الجعوني ايضا. السؤال، علي بن روية، محمد عيسى، بيحق يجلسون يقيمون المتسابقين يدخلونهم لنا في النهاية؟ هذا كلام الإدارة. ناخذ محمد العويسي، ناخذ معنا محمد العويسي. محمد العويسي، طبعا شفنا انشودة البرايم كانت بأداء الثلاثي سيف الزعبي، أحمد الشمري، وفيصل بن طلال. محمد العويسي، أهلا وسهلا. الله يحييك. بداية البرنامج وفي التصفيات كان حضورك حلو، اختفيت، وحتى عن انشودة البرايم اختفيت. دقيق، في شيء مزعلك انه كان حضوره ما كان حلو؟ لا، على التصفيات، وانهم كويسين في التصفيات. انا اتكلم عنه. انا وجهة نظري صح؟ هذه وجهة نظري صح؟ انا وجهت انا جيت وقدمت فقره وشفت ادائهم، وانا اختلف معك. طيب، اي حلو، تختلف معك. اختلف، بس ما تقول كذا على الهواء. لا، ما قلت. لا، واضح. لا والله ما قلت كذا، سامعك. اذا كنت على الحركات هذه لعبتك انت وعلي. لا، تبيعوني على الهواء كذا. لا، والله العظيم ارد عليك انت وياه. في النهايه قلت كذا زعلان، ما قلت زعلان. لا، ما استهتر في رايي. اي حلو، انا قلت زعلان. في النهايه اللي يسوي حركات انت وياه، ما اسويها انا. نرجع محمد العويسي. محمد، والله العظيم هلا يا ومشي عليك. تفضل محمد. محمد العويسي، حضورك في التصفيات كان مره جميل. ايوه، اختفيت عن انشودة البرايم، ليش؟ لا، ما اختفيت يا ترك الموسى، موجود. وين موجود؟ ليش ما انت موجود في الانشودة؟ في الانشودة شلوها ربعي، فيصل واحمد. ونعم فيهم، بس انت ليش غبت؟ ما حد قال لك؟ اخوياك ما بلغوك تسجيلها؟ لا، ما ظني، ما كنت موجود، او انهم ما قال هم، ما حد جاب لي طاري. ما اعرف عن الانشوده، بس كفوا وفوا ربعي والاصوات اللي انا احبها بعد. يعطيهم العافيه. قالوا لي اختار الاصوات، بختارهم هم. محمد، بس عشان الوقت، بس بسالك سؤال وجاوبني. كيف تشوف حضورك في البرنامج باختصار؟ حضوري في البرنامج؟ ايه، حضوري في البرنامج طيب. والله كم تعطي من 100 بسرعه؟ 120. 120، تبارك الرحمن. بالأدلة وبالأرقام يا محمد، أنت شاركت محمد في برنامج قبل برنامج البزنس صح؟ تبع شلات، وطلعت تقريبا في الحلقة السادسة صح ولا لا؟ نعم. أنت تعتقد يا محمد أنك جيت الآن في برنامج هو مشابه للبرنامج ذاك؟ لا، تسمح لي بس محمد، بس عشان بقول لك اللي عندي. عليه الشحم محمد، البرنامج هذا لا يعتمد على الموهبة فقط اللي أنت قاعد تصدرها بنسبة كبيرة جدا، وراح أثبت لك الشيء هذا. البرنامج هذا يعتمد على موهبة وجزء كبير من ذكائك وواقعيتك وقبولك عند الناس. العويسي، أنت عندك 16 عمل في اليوتيوب تتراوح مشاهداتها ما بين تقريباً 2500 إلى 59,000. إرشيفك الفني مؤثر عليك لدرجة أن موهبتك في البرنامج تفوقت على واقعيتك. والدليل على ذلك البزنس اثنين، إذا جينا بنحصر محمد العويسي إلى البزنس 29، أنا ما جبت لك من البزنس 12 بداية البرنامج مثل المتسابق صاحب النفس القصير محمد بن ناصر. أنا جبت لك من البزنس 2، من دخولك في التصفيات إلى البزنس 29، عندك 100 مقطع يوتيوب من أصل 3278 مقطع. نتكلم عن 39 مقطع من 100 مقطع هي عبارة عن شلات. إذا احنا نتكلم عن 40% أو 45% من المشاهد اللي أنت قاعد تأديها في البرنامج عبارة عن إيش؟ عن موهبة، ما هي واقعية. طب نروح للمشاهد الأخرى، نتكلم مشاهداتها تتراوح ما بين 500 إلى 28,000. إذن ما فيه أحداث كبيرة قاعد يأديها محمد العويسي في البرنامج. السبب في اعتقادي الشخصي، لما الشخص يقدم موهبته على واقعيته اثنين، يا اما انه شخص لا يمتلك كاريزما ممكن يفرضها على الشاشه، او انه ما تجانس الى الان مع بقيه الشباب. وانا اعتقد انك تملك الكاريزما، ولكن انت عندك مشكله
مثلك مثل كثير من المتسابقين الى الان ما تجانا استر للاسف. خلصت يا اخوي، خلصت اخوي عادل، خلصت يا محمد. محمد معلش محمد لحظه اخوي سالم، لحظه لا تشتتني لا تشتتني، انا مجمع شيء. لحظه اخوي سالم دقيقه بس، ممكن نهدي. اسمع اذا ممكن تسمع من سالم وبعدها تجاوب على. لا 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 بجاوب على عادل. سالم سالم غالي عندي والله، انك غالي عندي وبعطيك الوقت كله. بس ما عاد ابيك، ما عاد. لا انا اباك يا سالم، لو ما تباني انا اباك. اخوي عادل بس كلمني عن اليوتيوب. انا اولا اكلمك عن اليوتيوب، الاعمال الخاصه فيني قبل البرنامج. انا عندي قناتين، اللي هي القناه الرسميه عندي باسمي ونادر استخدامها، انا مقل فيها. عندي مصمم ثاني على قناه ثانيه فيها ثلاث مقاطع وكلها. لا فيها وايد اكثر. انت عندك حلو 21 مقطع، ما علينا منها، تكلم لا في الاحصائيات. خليني ابدا لك حبه حبه. مقطع قناه ثانيه اللي فيها الاعمال تنزل، لانه هو يصمم وينزل. رقم واحد. رقم اثنين، انت قلت البرنامج ما يعتمد على موهبه، وانا مقدر لك هالشيء وعارف نسبتك. لو تتذكر نسبه اني اقل من النص اقدم موهبه، النص الباقي اقدم رياليتي. رقم اثنين. رقم ثلاثة، انا الكاريزما موجوده وتواجدي موجود، وبالعكس الشباب ما مقصرين، وانا متجالس عندهم ومشاركنهم كل المواقف والرياليتي والجلسات ولا في اي مشكله. اسمح لي بس، انا ذكرت ان الكاريزما موجوده، هي موجوده عندك، لكن مشكلتك في التجانس مع البقيه. قضيه انك انت تقول النصف الثاني من النسبه المئويه، تتكلم عن 45 الى 50%، هي عباره عن مشاهد رياليتي. اوكي مشاهد رياليتي، لكن ما في احداث، تتكلم مشاهدات من 500 الى 28000. معناته في مشكله عند محمد العويسي. اذا اخوي عادل، انا ما اعرف الاحصائيات اللي تقولها، ولا شفت اصلا الفيديوهات هذه. ما انا هذه وظيفتي. وظيفتي يا محمد انا جبل. والله انك قدير وكفو يا عادل، الله يرفع قدرك. والديك عادل مسؤول الاحصائيات هنا، والله ونعم. لكن محمد خلنا واضحين شوي، وخليك انا اتمنى ان في واحد يتحلى بالشجاعه من المتسابقين دول ويريحنا. فضفض يا محمد. محمد فضل عطنا وش المشكلة عندكم. دكتور نفسي. إيه صح. دكتور نفسي. اسمع دكتور نفس مو دكتور نفساني. عطى صدق بيجيك عقدة بعد التفضل. فضل هذه تفضل. والله ونعم يا سالم. اسمع يا ابني دقيقة خليك معلم يا ابني معلم، ما بدكتور. بالله والله اني صادق. والله تحل بشجاعة يا محمد شوي، وعلمني وش تعاني منها انت، وش مشكلة البرنامج أنت من خلال ما ترى أنت الآن. هل أنت راضي عن البرنامج؟ هل في أشياء تمنعك من التجلي؟ هل في ناس يضايقونك؟ هل في ناس يعني أخلاقهم سيئة في البرنامج؟ هل أنت ما ارتحت للناس؟ تكلم، قل فيه ظروف منعتنا كذا، وترى برنامجنا ما ابتدى، وترى الربع عندنا مشاكل عشان نحلها لك، حنا أخوانك. تفضل سالم. ما عندي مشاكل، بالعكس انا عايش احلى اوقات عند الربع الموجودين 23، ولا بيننا اي مشاكل. واذا ناقص بينقصني شيء واحد. أيوة. المشكله الوحيده. ايوه انا بقولها لك ولا بستحي يا سالم. ايوه هي وشي؟ وبتحلى بالشجاعه. حلو. و 23 موجودين وسمعوني وانا بقولها قدامك. كفو اعطيك يا عطني على الهواء. خلصنا الشيء واحد اللي ناقصني، انا ما نشوفك تخلص من الحلقه وتروح، نحن نبغى نلاقيك ونفضفض عندك بس وسولف عندك. طبعا هذا هو موجود على الهواء. الله اسمع محمد، الدكتور منفس بعد الهواء مو النفساني. خلاص ان شاء الله بنصوت في جلسه خاصه معاه باذن الله. صدقوني تطلعون بعقده نفسيه، بس باذن الله نحرص على جلسه تجمعكم انت وسالم. عشان كذا اقول لك نسخه انقلبت راسا على عقب، يبغى يجلس مع سالم بن حسام عشان يفضفض معه. فضفض له. ما ادري شو اللي قاعد يصير يا جماعه. صدقني ادري ليش. اسمع نصيحتي، لا تقعد معه. طيب تفضل ابو منصور. عويسي في النهايه مي بشغله سالم انه احنا نوقف بعد الفقره، واحنا نسمع منكم في النهايه هذا برنامجكم، وسالم اذا سواها هذا مشكله ايضا يتحاسب عليها من الاداره. ممنوع اي شو اسمه لقاءات جانبيه او سوالف. في النهايه محمد العويسي يعتبر يعني بعد كلام الشباب ما قصروا على النقاط، ولكن الحقيقه لابد ان تقال يعني. حبيبي اختلاف في يعني بيني وبينك، وتمون علي كثير يا ابو فهد. حبيبي. لكن انا في النهايه كان اختلافي على انهم ادوا كويس في التصفيات في النهايه ما هي بكل شيء، ومجرد ساعات بسيطه ومعهم جوالات وكل. لكن محمد العويسي تعتبر من اضعف المتسابقين العمانيين اللي شاركوا في برامج الواقع. وصلنا اليوم الى اول شهر
أنت يا محمد العويسي تعتبر أقلهم، دائما متسابقين عمان يكونون متجلين من البداية أصلا، لكن محمد العويسي ما أدري وش المشاكل اللي عنده. في النهاية إذا عندك مشاكل كلم فيها أبو يارا سامي الجعوني، حنا ما لنا علاقة. أنا بالنسبة لي صراحة أنا أقول أنه أشكر محمد أنه أجرأ متسابق ممكن في برامج الواقع من ناحية المتسابقين العمانيين. ليش؟ لأنه فعلا صارح وقال نحتاج نفضل. أحسنت، يعني وجد حل، صح ولا يا محمد؟ معاي تسمعني ولا ما تسمعني؟ ممتاز، الرجل وجد مشكلة وقال نبغى الحل لها نفضل سالم الحزام. فيها رسالة مبطنة. أيوة، أحد من أخوياه صدره ممكن وسيع كلهم يحاولون يحترون يدفون البعض، هذه رسالة واضحة. طبيعي أنت شجاع محمد، أشكرك على هذه الصراحة، نعلم أنها رسالة مساعدة لك عشان ننقذك بإذن الله من الشباب. بإذن الله نساعد، نرسل لك الطبيب النفس حقنا، وإن شاء الله أنه ما يساعدك صدقني بجيبك الهاوية. ونعم ونعم بالدكتور سالم، ونعم به، بس ما عندي مشكلة عند الشباب. لا لا واضحة، وش اللي معه؟ عندي مشكلة شوق بس نشوفهم ورا الشاشة ولا يينا سالم، بس فقط ولا الشباب، بالعكس. لا لا سالم مو بجايكم إلا في المطمات. يعطيك العافية محمد، ونتمنى إن شاء الله الأيام الجاية أنك تظهر بأداء أفضل. ونصيحتي لا تستمع لنصائح منهم خلف الستار، دائما خليك على وضح النقاب، اظهر بالظهور اللي ظهرت فيه. كان في تحدي بيني وبينك انك انت تتجلى، تمنيت انك انت تتجلى في البرنامج، انت والشباب اللي معاك، انتم نسخه عندكم امكانيات. لكن يا جماعه نصيحتي اجلس مع اللي كسبك بس. بيض الله وياك، انا اكلم ابو منصور بس ارد على ابو منصور. محمد هذا على عجاله يا شيخ، إذا ممكن يا تركي. تفضل. محمد منصور، تقول لي أني أقل الشباب العمانيين المشاركين، يمكن تقول لي كموهبة أقل، بس ما بضعف لأنهم الشباب مكملين بعضهم، والشباب ساروا على درب، إن شاء الله مكملين ومياملين يا أبو منصور، ومكملين البعض كلهم أهل السلطنة. وابشر باللي طيب خاطرك يا ابو منصور. كم اجيت طيب دامهم يكفونك، كم اجيت يا محمد؟ ها؟ اذا ما انت باضافه وبتضيف لهم كم ما شارك؟ لا انا اقول لك مكملين البعض، الدرب اللي ساروا عليه ان شاء الله ننيك بزود ولا منيك بضعف، الضعف ما موجود يا ابو منصور. ما اتوقع انك كملت، ما اتوقع. الله يبيض وجهك يا ابو منصور، لا ضعف، لا ضعف. يعطيك العافيه، شكرا لك محمد، وشكرا اكيد مشاهدينا الكرام في فقرتنا بدون تحيز. وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم، ودائما وابدا نذكركم بالوقف البلد الحرام، الأجر بأجرين، أنت تساهم بأي مبلغ